بين أفليك خلاص هو هيكون متواجد مع مارفل. كل الأخبار في الوقت الحالي هي بتأكد الكلام ده. خلينا في حلقة النهاردة نتكلم عن الموضوع ده ونشوف أصل الحكاية إيه، وهل فعلا بين أفليك هيكون مع مارفل ولا كل دي إشاعات. كمان على الجانب التاني نعرف مصير جال جادت وندر وومن في عالم دي سي، وبعد فيلم فلاش الأنظار دلوقتي بتتجه على فيلم بلو بيتا. نشوف مشهد من سونا الفانز ما بين باتمان وفلاش. فقبل ما نبتدي كالعاده في صفحه على الفيسبوك هناك بنزل اخر الاخبار، سيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت، خد لك لفه هناك ولو عجبتك ما تنساش اللايك، ولو انت هنا لسه جديد على القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان اللايك وسيب لي رايك في الكومنتات والشير. وخلينا نبدا. احنا عرفنا ان بين افليك بدور باتمان هيكون نهايته بعد فيلم فلاش، وهيكون نهايته مع عالم دي سي للابد. بالاضافه كمان ان جيمس جان حب يكسب بونت ويضم بين افليك للطاقم بتاعه، ولكن بين افليك رفض الموضوع نهائيا. طب يا ترى ايه مصير بين افليك بعد كده؟ اخبار كتير منتشره في الوقت الحالي وهو ان بين افليك خلاص هيكون مع مارفل. طب يا ترى لو راح مع مارفل هيظهر في فيلم ايه او هيعمل شخصيه ايه؟ كل الاخبار اللي منتشره في الوقت الحالي ان فعلا شافوا بين افليك في موقع تصوير ديدبول 3. طبعا كلنا عارفين ان فيلم ديدبول 3 هيكون مختلف تماما عن الجزئين اللي كانوا قبل كده، وده بسبب ان يعتبر المالتي فيرس اتفتح وكمان هيضم كاست هايل جدا. ما احنا عارفين ان اللي بيعمل شخصيه ديدبول هو ريان، وعلى الجانب الثاني هيضمه وولفرين اللي طبعا احسن ممثل عمل الشخصيه دي هو هيو جاكمان. خليني بس ادخل على مارفل شويه واقول لك ان ميزه مارفل ان هي بتشتغل على نقط جامده جدا، والنقط دي هي اللي منجحة دايما. زي دلوقتي عارفين ان الفانز محتاجين يشوفوا هيو جاكمان مره تانية بدور وولفرين قصاد ديدبول، فدي كانت حاجه كويسه جدا ان هم يرجعوا هيو جاكمان مره تانية، على ان هيو جاكمان هو نفسه اعتزل الدور ده وكانت نهايته مع فيلم لوجان الفيلم فعلا اللي كان عبقري جدا. بالمناسبه مخرج الفيلم ده هو جيمس مانجولد اللي شغال على مشروع في دي سي او في العالم السينمائي الجديد سويم سانج. فكده الاحوال دي نقطه من ضمن النقط الكتيره جدا اللي مشغله او منجحه مارفل، اللي للاسف طبعا في دبليو بي دي ديسكفري مش قادرين ان هم لحد دلوقتي يعملوها. فنرجع مره تانية لبين افليك، هل فعلا بين افليك هيظهر في فيلم ديدبول 3 ولا دي من الاساس اشاعه وملهاش اساس من الصحه؟ يعني كده افكرك معايا واقول لك ان فعلا بين افليك هو عمل فيلم داخل مارفل، ولكن قبل العالم السينمائي الخاص بمارفل الفيلم ده كان في الالفينات، وهو كان فيلم دير ديفل. يمكن كان الفيلم وقتها مش احسن حاجه، وطبعا الفيلم يمكن برضه ما نجحش النجاح الكبير، ولكن في كده الاحوال هو عمل فيلم تابع لمارفل. بالنسبه ليا هتبقى بصراحه حاجه كويسه جدا ان اشوفه مره تانية بشخصيه دير ديفل، ولكن مع كبر سنه. ولو تخيلت معايا بين افليك في الوقت الحالي وهو لابس القناع بتاع دير ديفل، ما اعتقدش ان هو هيكون مختلف كتير عن قناع باتمان، فاعتقد الكاميو ده هيكون فعلا بمثابه تعويض على الفيلم ده، انه اكيد طبعا هيكون كاميو جامد جدا. في نظريه تانيه بتتكلم ان فعلا بين افليك هيظهر في الفيلم ولكن بشخصيته الاساسيه في دي سي، وهو هيظهر بشخصيه باتمان. تخيل معايا ان ديدبول هيقابل شخصيه باتمان من دي سي، وطبعا النظريه دي اللي بيزقها شويه كده وياكدها واحده واحده عشان خاطر المالتي فيرس دلوقتي مفتوح في مارفل، وبعد فيلم فلاش المالتي فيرس اتفتح في دي سي. كمان زي ما احنا عارفين كده ان العلاقات في الوقت الحالي ما بين مارفل ودي سي لحد ما كويسه، وزي ما احنا برضو عرفنا ان كيفن فاجي حابب ان هو يشتغل مع جيمس جان، والعكس في المستقبل حابين ان هم يعملوا الشغل مع بعض ما بين مارفل ودي سي. بس انا من وجهه نظري شايف ان النظريه دي ضعيفه جدا، وكمان شايف لو فعلا الموضوع ده حصل هيبقى ديدبول طالع يسف على باتمان، لان دي طبيعه ديدبول، لان هو ريان سف على نفسه اساسا في ديدبول 2 لما شفنا كده في نهايه الفيلم وهو جاي يستلم السكريبت بتاع جرين لانترن، قتل نفسه قبل ما ياخد السكريبت ويوافق عليه. وهنا هو ما كانش يعتبر بيسف على نفسه فقط، ده كان بيسف كمان على دي سي بالكامل. عشان كده بقول لك بين افليك لو ظهر بدور باتمان فاكيد طبعا هيبقى في سف كبير جدا، ولكن زي ما قلت لك كده من وجهه نظري شايف ان النظريه دي ضعيفه. فبين افليك فعلا لو ظهر في الفيلم ده هيظهر بشخصيه ديفل. معلش بس في الرخامه كده وانا بتكلم ما تنساش اللايك وانت بتتفرج على الحلقه عشان انت هتنسى على فكره. بعد فيلم فلاش والضجه اللي كانت حاصله على الفيلم ده وكمان التسويق الاوفر جدا، للاسف بعد ده كله الفيلم خيش اللي هو في الاول في الاخر كان افضل فيلم كوميك بوك. تحس ان دي سي في الوقت الحالي او في الوقت الاخير هي بتنافس نفسها على الأسوأ، يعني فيلم بلاك ادم تلاقيه بعديه فيلم شازام 2 على اقل، وبعد كده فيلم فلاش في الاقل برضه، وربنا يستر على اللي جاي. اللي جاي دلوقتي والانظار بدات تتجه ليه، واتمنى ان هو ما يحصلش نفس السيناريو مع شازام او فيلم فلاش، هو فيلم بلو بيتل. مخرج الفيلم هو بيتكلم على الفيلم ده ان هو خلاص بقى جزء من المستقبل اللي شغال عليه جيمس جان وبيتر سافران في دي سي يو
خلاص يعني بيتكلم بثقة كده ان احنا بقينا جزء من الكون السينمائي الجديد، ان هو ملوش دعوة بالافلام اللي كانت متواجدة قبل كده. ان هو بيأكد ان فعلا الفيلم ده هيكون تابع للعالم السينمائي الجديد واللي هيكون متواجد فيه ابطال خارقون. كمان من ضمن الاقاويل اللي هو قالها ان هو بيتمنى ان هو يشتغل او يعمل ثلاثية لبلو بيتل، فتحس ان في عشم زيادة او ان انا هشتغل على 3 اجزاء من بلو بيتا. يعني اصبر عنا حتى لما نشوف الجزء الاول وبعد كده نحكم، لان من اخر كده فانز دي سي هي معندهاش حماس كبير للفيلم ده، وشايفين ان هو مجرد فيلم بطل خارق هيعدي وخلاص. يمكن تكون ايراداته افضل من الافلام اللي اتعرضت السنة دي، بس في كده الاحوال هو مجرد فيلم ويعدي. واللي ممكن فعلا نجح الفيلم شوية عن بقية الافلام بتاعت السنة دي ان خلاص قال ان الفيلم ده هيكون تابع لعالم السينما الجديد، وده الحل الوحيد فعلا ان هو ينجح الفيلم ده. دي انا شايفها حتة صايعة بصراحة من جيمس جان، لان كلنا شفنا مصير الافلام اللي مش تابع لعالم السينما الجديد حصل فيها ايه. يعتبر كده من اخر هي فشلت فعلا. حتى افضل فيلم كوميك بوك اللي اتكلموا عليه هو فشل، حتى لو كان الفيلم حلو، ولكن للاسف تصريح قالوا بدري ان يحصل روبوت لعالم دي سي هو اللي بوظ كل الافلام دي. كلنا عارفين ان جيمس جان بيحور كتير، وارد جدا يقول لك ان بلو بيتل هو تابع لعالم السينما الجديد علشان خاطر يخلي الفيلم ايراداته تبقى كويسه، ولكن بعدها نقل ان بلو بيتل هيكون خارج العالم السينما الجديد عادي جدا، لان من اخر هو مبقاش في ثقه ما بين الجمهور وما بين حتى رؤساء استوديوهات دي سي او شركه دبليو بي ديسكفري بالكامل. وده طبعا بقى واضح اكتر من بعد فيلم فلاش. كلنا شفنا التسويق اللي حصل للفيلم، كلنا شفنا الكلام اللي اتقال على الفيلم بسبب كلام زازليف وكمان توم كروز وكمان جيمس جان ان احنا فعلا هنشوف فيلم ما حصلش في تاريخ الافلام بتاعت السوبر هيروز. لكن للاسف الفيلم في الاخر كان مخيب للامال. سيبك بقى ان الفيلم فعلا حلو او وحش او غيره، وسيبك برده من الكلام اللي انت ممكن ترد عليه في الكومنتات وتقول لا يا عم الفيلم حلو، ولكن في كده الاحوال شوف الفيلم من اسبوع كان عامل ازاي والضجه بتاعته كانت عامله ازاي، ودلوقتي للاسف مفيش كلام اصلا على فيلم فلاش غير كل يوم في خساير. فازاي بعد كل اللي حصل ده عاوز نثق فيك مره تانية وان اصدق ان فيلم بلو بيتل فعلا هيكون فيلم عظمه، وعلى الاقل خالص العالم السينمائي الجديد هيبقى متنفذ زي ما انت قلت بالظبط. لما اتكلم هنا على العالم السينمائي الجديد احنا فعلا كلنا عرفنا الخطه اللي المفروض شغال عليها جن، عرفنا ايه الافلام وايه المسلسلات، ولكن كلنا عارفين في نفس الوقت ان الكذب كتير. فهل فعلا جيمس جان طلع واعلن عن الكلام ده بدري وان ما كانش عامل حسابه على المشاريع دي من الاساس؟ الاخر كده هو طلع واعلن للفانز على المشاريع دي علشان خاطر يهديهم ويقول لهم فعلا انا شغال على خطه، وهو من الاساس اصلا ما فيش خطه شغال عليها لحد دلوقتي. اللي تم تاكيده خلال الايام او الفتره اللي فاتت هو فيلم سوبرمان ليجاسي، وعرفنا على الجانب الثاني فيلم ذا بريفن ذا بورد، وبرده شفنا ان خلاص جيمس مانجولد هيكون هو مخرج سويم سينج. سمعناش عن اي حاجه تانية غير يمكن بيس ميكر 2. بقيه الاعمال التانيه دي مصيرها ايه؟ وانا هنا مش بحبطك او بقول لك ان الناس دي كدابه وفي الاخر مش هيعملوا اي حاجه من الكلام اللي هم قالوا عليه، بس اللي عاوز اوضحه لك من القصه كلها ان الثقه بقت منعدمه، مبقاش في اي حاجه تتقال تتصدق بعد كده، وللاسف مع دبليو بي ديسكفري من الاسوأ للاسوأ. اما بالنسبه لجال جادت عاوز اقول لكم ان هي خلاص كده في تصريح رسمي هي بقت بره عالم دي سي بعد الغاء الجزء الثالث من وندر وومن، على كلامها ان هي كده مرتاحه جدا ان الموضوع ده ادى الحريه ان هي تشتغل في مشاريع تانية خارج عالم دي سي. لو فكرت بالعقل هتلاقي كده ان الكاست الخاص بزاك سنايدر بالكامل هو بره عالم دي سي، مفضلش غير ازرا ميلر، وانا عارف ان عن قريب ازرا ميلر هو كمان هيطلع بره، مفيش غير هو جيسون موموا اللي شغال لحد دلوقتي. والله اعلم مصيره هيكون عامل ازاي بعد فيلم اكوامان 2 بعد خروج جال جادوت. فعاوز اقول لكم ان احنا كده هنشوف شخصيه جديده بتقدم الدور ده، وغالبا الشخصيه دي ممكن نشوفها في المسلسل بتاع بارادايس الخاص بالامازونيات. Who are you? I'm the Flash. Wait, do you not know who I am? I'm not so sure. I'm Barry Allen. I'm the fastest man alive. I'm gonna need your help. تخيل معايا ان المشهد ده كله من صنع شخص واحد من الجمهور اللي بيحب دي سي، لكن في كده الاحوال في ناس صنفت ان المشهد ده على بعضه احلى بكتير من فيلم فلاش الاخير. ناس كتير بعد ما شافت المشهد ده قالت ان كان من الاحسن ان احنا نشوف جراند غاتسون في فيلم فلاش. وبس كده اعزائي المشاهدين يمكن تكون دي كل حاجه في حلقه النهارده. ما تنساش لو انت لسه جديد على القناه وعايز تتابعني تاني تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان اللايك وسيب رايك في الكومنتات وشير وبيس.